واليوم نستورد حتى النفايات ونستورد طعامنا من الخارج ولا نصدر أي شيء. وبالله عليكم ماذا قدمتم؟ حكومة فاشلة ولم تقم بأي شيء، وجميع المشاريع التي قدمتها إلى اليوم هي مشاريع فاشلة. أوراش فرصة، واش بغيتوا نعطيكم الأرقام بالتدقيق ونقول لكم كم من المخططات ديالكم فشلت، بما فيها مخطط المغرب الأخضر اللي فشل فشلا ذريعا وصرفتي في مجموعة من الأموال، أخطأتم في حقي المواطنين وعنكم ما قدمتوا تشي حاجة. والدليل على ذلك على أن المغرب أصبح مفتوحا للهجرة، ومن يرى أمام القنصليات وأمام السفارات طوابير الشباب والشابات الذين يريدوا أن يغادروا الوطن بطريقة شرعية، ناهيك عن الناس اللي قاع اللي ماشي بطرق غير شرعية وذاك الشيء ما وقع في الفنيدق وغيره غيره غيره. ولا بغات تحارب الفساد فين هو سيدي هذاك القانون ديال الإثراء غير المشروع الذي سحب بالبرلمان وسحبه وزير العدل ومشى به ولا تلينا شفناه ولا رجعنا. سياسة بلادنا الرئيس كيشوف غير راسو وكيشوف باللي هو اللي كيفهم، وحتى الى دار يمين ولا شمال وشاف شي واحد كيفهم ولا كينتقد ما كيبغيهاش وما كيتقبلهاش، لانه كيعتبر راسو هو المنقذ، هو اللي كيفهم السياسه، هو السينيور، الباقي غير جينيور ما كيفهمش وما خصوش يفهم. ولهذا السياسه في بلادنا للاسف الشديد فاشله. لماذا فاشله؟ لانه اللي شد بلاصه كيبقى فيها وكيعمر فيها وما كيبغيش الاخرين ينتقدوا، ولهذا كنلقاو على انه الرئيس او السياسي بصفه عامه كيبغي غير اللي طبلوا له واللي صفقوا له، اما اللي ينتقدوا او اللي حس على انهم احسن منه ولا كيفكروا احسن منه ولا كيتكلموا بواحد اللغه سياسيه حقيقيه هذه ما كيتقبلها، يبغي غير الناس اللي اضعف منه. ولهذا غالبا كتشوف على انه اغلب السياسيين واغلب الرؤساء في كل المجالس كيختاروا البروفايلات الضعيفه ولا يبغوا حد تاقدهم ولا يبغوا حد يبان على انه يفهم اكثر منهم. ولهذا للاسف الشديد هم خالدين في الكراسي لانه ما عندناش تجديد للنخب، لانه اللي شاف ما وقع الان غير في المشهد السياسي القريب منا الان كيشوف على انه اغلب الرؤساء للاسف الشديد ما كيتقبلوش اصوات شابه تنتقد وتصرح بلغة عربية فصحى وتتحدث وتعطينا أمل في المستقبل وتعطينا أمل على أن هذه البلاد هذه راه يمكن يكون فيها دوران النخب ويمكن فيها تجديد النخب. فقط يجب على الفاعل السياسي سواء كان رئيسا أو برلمانيا أو في أي مكان كان أن يفهم على أنه راه ما غادي يخلد فيها وراه خاصو يطور الآليات ويعطي الحق للشباب باش يتكلم وباش ينتقد وباش يقول الحقيقة، وإلا بهذه الطريقة هذه وبهذه يعني الأنانية وبهذه العجرفة هذه راه ما عمرنا غادي نمشيو لقدام وغادي نبقاو دائما فاشلين وغادي نبقاو في مراتب التنمية البشرية، لأن ما كنطوروش دواتنا وما كنعطوش للشباب على أنه يتقدم كنقمعوه للأسف الشديد. وبصريح العبارة ونقولها ونأكدها كنقمعو الشباب. طبعا هذا الشيء اللي قلت هذا غادي نربطو بمسألة أكثر أهمية بل أكثر خطورة، انتقدنا من انتقاد ديال الشباب اللي ما تقبلوش هاد الرؤساء إلى الانتقاد ديال المؤسسات، وهذه المؤسسات ماشي عادية في البلاد ديالنا، هذه مؤسسات دستورية قانونية تمارس الحق ديالها وكتشخص لنا الواقع. وللأسف بدل الحكومة ما تجاوب مع هذه المؤسسات هذه وتاخذ المعطيات وتاخذ هذا التشخيص هذه وتتعامل معاه بمسؤولية وتتعامل معاه بواحد النوع ديال الرزانة وديال المرونة كتنتقدوا وكترفضوا نهائية وكأنه لا يعنيها. أنا بغيت غير نسولكم، هاد المؤسسات عطاها الدستور واحد الدور كبير جدا وكتشخصنا وكتقول لنا مكامن الخلل والأعطاف فين كاينه، والدليل على ذلك المؤسسة الأخيرة ديال الوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد اللي عطاتنا وقالت لنا راه المؤشرات ديال الفساد مرتفعة وراه تكلفة الفساد في البلاد ديالنا راه وصلت لأكثر من 50 مليون ديال الدرهم في السنة. وبدل ما الحكومة تاخذ هذا المعطى بجدية كتخرج وكتصرح على وتشكك في صحة ونزاهة هذه المؤسسات. وانا بغيت نطرح واحد السؤال، هاد الناس اللي كيقودوا هذه المؤسسات من والي بنك المغرب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للبيئي للمندوبية السامية للتخطيط للوقاية من الرشوة والنزاهة، هاد الناس هادو كلهم اغلبهم والي بنك المغرب الله يطول عمره تجاوز الثمانينات ديال التخطيط ايضا حتى هو اقترب من الثمانينات وغيرهم اللي من المؤسسات هادو. دخلت عليك بالله، واش هادو عندهم شي طموح سياسي اكثر من الطموح من المراتب اللي هما موجودين فيها؟ واش هاد الناس هادو غادي يدخلوا انتخابات ينافسوا الحكومه ولا ينافسوا الاحزاب السياسيه؟ هادو ناس رجال الدوله قلبهم على الدوله وكيعطوا الارقام وكيعطوا الاعطاب وكيقولوا فين كاين الخلل، وبدل ما نتعاملوا معاه نحن كحكومه وكفاعلين سياسيين
ما ندوها كاع فيها وننتقدوها. وما عمري لقيت انا على انه واحد مثلا كنشخص وكنقول على انه الطبيب كيجي كيقول للمريض انت مريض بكذا كذا 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 من الامراض، وينوض المريض نفسه كيقول له لا انا ماني مريض، ويشكك في تقرير الطبيب، والطبيب كيعطيه الدواء يقول له سير الدواء. هاد المؤسسات كتعطي للحكومة كتقول هاد الدواء فين وهاد الدواء فين، وبدل رئيس الحكومة ما يقعد معها وما طلبوه لمدة 3 سنوات وما كيطلبوه، وآخرها هو السي البشير الراشدي عيط لهم وقال لهم تقعدوا معايا ولا من مجيب، بدل ما يقعدوا معاه ويشخصوا المعطيات وإلا عندهم شي انتقاد وكيقولوا على أن هاد المؤسسات ديال الدولة كتزايد عليهم، يقعدوا ويبينوا على أنه ما كاينش هادشي اللي كتقول ويكذبوه. ولكن باش يخرجوا علينا حنا كمغاربه وكمواطنين وكيسفوا في عمل المؤسسات، هذا ما لا نقبله. ونقولها من موقعي انا كعبد الرحيم بوعيده انني اثق في كلام هذه المؤسسات لانها مؤسسات وطنيه، وياريت كل مؤسسات تقوم الدور ديالها. وانا اخشى ما اخشى انه غدا أو بعد غادين هاد الحكومة تشكك حتى في تقارير المجلس على الحسابات. هاد المؤسسات كلها اللي ذكرناها هي أعمدة الدولة، وهي التي تطرح كتحط لنا خارطة الطريق وكتورينا الأخطاء والأعطاب ديال البلد ديالنا فين كاين، والحكومة ديالنا في دار غفلون بدل ما تعترف على أنها لا تحارب الفساد. ولا بغات تحارب الفساد فين هو سيدي هذاك القانون ديال الإثراء غير المشروع الذي سحب بالبرلمان وسحبه وزير العدل ومشى به ولا تلينا شفناه ولا رجعنا. واليوم كنقول لك استاذ جامعي رانا ما تلينا لين قروا داخل الجامعات المغربيه للطلبه في السنه الاولى على ان القاعده القانونيه قاعده عامه واجتماعيه وملزمه، ومجرده غادي نقولوا لهم ودي القاعده القانونيه راه ما بقات مجرده وما بقات عامه، اصبحت خاصه واصبح التشريع يشرع لحمايه مصالح بعض الاشخاص وبعض اللوبيات التي تغلغلت للاسف داخل المجتمع وفي مصافي الدوله، وهذا خطر. ونحن ما نبغوش شي حد يهدد دولتنا ولا نبغوش شي حاجه تمس الهيبه ديال الدوله ديالنا. هذه مؤسسات تصدر التقارير ونحترم هذه التقارير، وانا قلتها وكنكررها وقلتها داخل البرلمان في لجنه أمام السيد الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قلت له كنشكركم أنت وباقي المؤسسات الأخرى من هوالي بنك المغرب ومن هالمؤسسات الأخرى اللي تصدر تقارير، ولكن للأسف رانا كسياسيين ما كنتعاملوش معها بالجدية والحكومة تسفهها. وهذه الحكومة ماذا قدمت لنا؟ جي يا سيدي تواجههم، تقعد معاهم وتكذبهم الى عادوا الى عادوا الى عادوا كيخرجوا غير شي حاجه. وانا كنقولها وكنأكدها هادو ما كيزادوا، الذي يزايد هي الحكومه، وما باغياش تعترف على انها حكومه فاشله ولم تقم باي شيء، وجميع المشاريع التي قدمتها الى اليوم هي مشاريع فاشله اوراش فرصه. حتى مشروع الحمايه الاجتماعيه هذا ماشي مشروع ديال الحكومه، هذا مشروع ديال جلاله الملك، وللاسف حتى هو زيغ به عن السكه والحكومه ما حطاتوش وما نزلاتوش التنزيل الذي كان يريده جلاله الملك. واش بغيتوا نعطيكم الارقام بالتدقيق ونقول لكم كم من المخططات ديالكم فشلت، بما فيها مخطط المغرب الاخضر اللي فشلا ذريعا وصرفتي في مجموعه من الاموال، واليوم نستورد القمح ونستورد الزيت ونستورد حتى النفايات ونستورد طعامنا من الخارج ولا نصدر أي شيء. وبالله عليكم ماذا قدمتم للشعب المغربي وما هي الحصيلة التي ستقدمونها بعد نهاية المنتصف ونحن داخلين اليوم في نهاية الولاية التشريعية؟ واش بغيتوا نتكلموا بالمنطق ونتكلموا بالصراحة اللي عاهدنا بها الشعب المغربي واللي خاصنا نقولها له؟ خاصكم تقولوا على أنه أخطأتم في حقي المواطنين وعنكم ما قدمتوا حتى شي حاجه، والدليل على ذلك على ان المغرب اصبح مفتوحا للهجره، ومن يرى امام القنصليات وامام السفارات طوابير الشباب والشابات الذين يريدون ان يغادروا الوطن بطريقه شرعيه، ناهيك عن الناس اللي كاع اللي ماشي بطرق غير شرعيه وذاك الشيء ما وقع في الفنيدق وغيره وغيره وغيره. هذا يطرح تساؤلات عميقه ويجعل نحن كمغاربه وكمسؤولين وكسياسيين نعيد النظر، وكنقول على اننا رانا ماشيين بواحد الطريق بهذا الوطن هذا للاسف الى الهاويه، راه ما كنطبقوا ما تقوله المؤسسات الدستوريه اللي كنحتارموها وكنقدروا لها وكنقول لها سيري في العمل ديالك وشخصي الاعطاب ودافع لهذا الوطن، لان انتم رجالات الوطن ما كتزايدوا عليه، ولا راكم باغيين انتخابات ولا راكم باغيين 2026 ولا راكم حاطين 2030 ولا 2026، انتم حاطين مصلحه الوطن. وكنقول رئيس الحكومه وكنقول للحكومه كامله هادو راه ما كيتزايدوش عليكم وهادو راه ما باغينش يدخلوا انتخابات ولا عينهم على الكراسي، هادو زهدوا في الكراسي.
الدولة ديال الله وجلالة الملك واثق فيهم، وإلا ما كان السيد عنده 86 سنة وهو لا زال أطال الله عمره في موقع المسؤولية، لأنه يدرك جيدا على أنه يقوم بدور فعال داخل مؤسسة بنك المغرب، والآخر أيضا في المؤسسة ديال التخطيط وغيرهم من المؤسسات، وآخر هذا الذي أصدر تقريره السيد عمر البشير الراشدي حول الفساد وما ينخر هذا الوطن هو الفساد. وكنقولها على أن التكلفة ديال الفساد باهظة، والدليل على ذلك على أن اليوم تي المغاربة جميع القطاعات خرجتها أن هذه الحكومة، ونساو على أن التكلفة الأمنية ديال التحريك ديال الأمن والقوات المساعدة لمراقبة وتأطير هذه المظاهرات راه كتكلف الدولة وكتكلف المؤسسات الأمنية بزاف ديال الفلوس. خلي الجهد وخلي الطاقة اللي كنستنفوها وخلي المسؤولية الملقاة على عاتقكم وبقاو قابلين غير نحنا. فكنقول الحكومة سيري زايدة على راسك، وإلى ما قدرتي حطي الاستقالة ديالك، لأنه اليوم وصلنا لمفترق طرق وفصلنا على أنه خاصنا نقولوا الحقيقة، وإلى ما قلنا الحقيقة رانا كنكذبوا على البلاد ديالنا وكنكذبوا على الملك ديالنا. واللي يبغي الملك ديالو واللي يبغي البلاد ديالو يقول لها الحقيقة، وأنا غادي نقول لهذه الحكومة هذه بالله عليك كفى عبثا، بالله عليك اللي ما قدر على المسؤولية يمشي ويحط السوارت بصريح العبارة. أما المؤسسات الدستورية خلوا عنكم بعيد وخلوها تشتغل في صمت، بغيتوا تقبلوها قبلوها، ما بغيتوا تقبلها على الأقل لا تشككوا في أرقامها ولا في المعطيات اللي كتطلب.